ما زال تعديل سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي هو الشغل الشاغل للشارع الليبي لما له من تأثير مباشر على حركة ارتفاع الأسعار هبوطا وارتفاعا في بلد يعتمد على سد حاجته من السلع الأساسية عبر استيرادها من خارج البلاد، بالإضافة إلى عمليات توريد أخرى يتأثر بها المواطن بشكل مباشر على رأسها الأدوية والسيارات والملابس. رمزي آغا رئيس قسم السيولة النقدية في مركزي البيضة صرح عبر حسابه الشخصي يوم السبت بأن المركزي في طرابلس والمجلس الرئاسي حائران هذه الأيام بين تعديل قيمة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي أو صرف مخصص أرباب الأسر، ولم يوضح الآغا مصدر معلوماته، ولكن من المفترض أن يعمل الرئاسي على التعديل حسب تصريحات سابقة من أعضاء للرئاسي، ويترقب الشارع الليبي باهتمام موعد صرف مخصصات أرباب الأسر وسط أزمة سيولة خانقة نغصت عليه معيشته وغابت عنها حلول جذرية من المركزية. من جهته كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العساوي في إبريل الماضي عن إيرادات مبيعات النقد الأجنبي الذي أوضح بأنها بلغت 17 مليار دينار، بينما توقع أن تبلغ 30 مليار مع آخر العام الجاري، وهو الأمر الذي يعول عليه الرئاسي للخروج بميزانية العام الجاري دون أي عجز في انتظار ما تحجبه الأيام عن ملف سعر الصرف الذي كثر الحديث عنه بعد 9 أشهر من إقراره.